هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان تتواصل الانطلاقات والتحديات الصباحية من هنا من ميدان اللبسة ميدان الشعب بإمارة أم القوين في دار آل المعلى الكرام. تتواصل التحديات الصباحية في أول أيام هذا المهرجان الختامي بنسخته 16 هنا مهرجان اللبسة لعام 2022. ينطلق على بركة الله وحفظه وتوفيقه مشاهدينا الأعزاء شوط جديد من أشواط الخير والبركة من أشواط المحبة والسلام، وهو شوطنا 17 الذي يسير أمام حضراتكم يحمل هذه الأعداد الكثيرة، الأعداد أيضا الهائلة التي تحمل فئة الأبكار هنا أيضا نخبة من الأبكار الأصيلة والسلالات الفاخرة والنوعيات المميزة تحضر في هذا الشوط الجميل. جائزة هذا الشوط سيارة للفائز بالمركز الأول. من هو سعيد الحظ؟ من هو سعيد الحظ في هذا الشوط؟ نسير إلى المراكز الأولى ونتابع المقدمة والصدارة والمركز الأول وبداية هذا المسار. هنا البداية مع عناب محمد بن راشد بن مبارك بن صرود من يتقدم على المركز الأول، ومن الجانب الآخر غيرت من المركز الثاني إلى المركز الأول هملولة عبد الله بن مبارك بن دعيفس الشامسي، بينما أتابع المركز الثاني من الجانب الآخر من غيرت المسار من انطلقت في هذه اللحظات. هذه ضبة محمد بن صالح بن مجرن العامري من يتقدم في هذا الانطلاق الرائع وهذا الانطلاق الجميل. أتابع المركز الثالث مشاهدين الأعزاء وانتقلت إلى المركز الثاني هذه القادمة فوضى لسهيل بن هيان بن سالم العامري شعار بن هيان من يتقدم. أتابع أيضا هنا الوصول هنا القدوم الجميل أيضا مع الواصلة والمنطلقة حفلة عبد الله بن محمد بن سعيد الدرعي. وفي المركز الرابع تقدمت الآن أو الخامس هنا عرقة لحمد بن عبد الله بن بخوتة العامري من يقدم لنا عرقة. هنا أيضا الوصول هنا أيضا القدوم الجميل يأتي مع الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات. وصلت مشاهدين الكرام مشغلة لعمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير قادم، بينما اللي تحركت خيال ياسر بن سالم بن شامس العامري هنا أيضا حاملة رقم دبل ون تتقدم أمجاد لعلي بن سالم بن علي الدرعي. الله الله الله، بينما أيضا الوصول القدوم من حلوة راشد بن عبد الله المتفيج الاكتبي قادمين أهل الذيد هنا أيضا تحركت من هي الواصلة من هي المتقدمة هذه غارة لحمد بن العبد بن فايل الزرعي. هكذا النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، ولكن لنا عودة إلى الصدارة لنا عودة إلى المقدمة لنا عودة إلى المركز الأول. يسلم يا سلام، هذه ضبة محمد بن صالح بن مجرن العامري من يقدم لنا ضبة على مقدمة الشوط على الصدارة والبداية. المركز الثاني هنا الدانة مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي هنا يتقدم. المركز الثالث أمجاد لعلي بن سالم بن علي الدرعي. المركز الرابع انطلقت في هذه اللحظات غارة لحمد بن العبد بن فايل الزرعي، ومن الجانب الأيمن من الزاوية الأخرى انطلقت أسرار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي قادم. هنا أيضا الوصول خيال ياسر بن سالم بن شامس العامري. يا سلام على هذا الشوط، حلوة أيضا تتقدم لراشد بن عبد الله المتفيج من يقدم لنا حلوة. وهناك القادمة منصورة عمران بن خليفة بن عبيد الشامسي من يقدم لنا منصورة، والقادمة الواصلة أيضا الريم أحمد بن علي بن سالم العمري. هذه النتيجة، ولكن الله الله غادرت ضبا انطلق بن مجرن العامري
شعاره في الامام، شعاره في الصداره، شعاره في المقدمه، المركز الاول، المركز الاول عرقوب بن علوه. الامتار الاخيره، الامتار الاخيره، المحاولات الاخيره تاتي من امجاد لعلي بن سالم بن علي الدرعي، ما بين شعار الدرعي، ما بين شعار العامري. ال 500 متر الاخيره، حرك وروح، حرك وروح، السياره في الانتظار، السياره في الانتظار. ولكن امجاد، 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 امجاد تغير في اللحظات الاخيره. علي بن سالم بن علي الدرعي، ما شاء الله تبارك الله، هذا هو شعار الدرعي، هذه امجاد، هذه امجاد تخلد المجد. ولكن عادت، عاد الضبا، عاد الضبا، محمد بن صالح بن مجرن العامري، ضبا 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 ضبا، الامتار الاخيره بن مجرن العامري، الدرعي العامري، الدرعي الدرعي، العامري العامري العامري، غادر 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 بناموس هذا الشوط محمد بن صالح بن مجرن العامري. سلام يا ضبا، سلام، سلام عيناوي، سلام، سلام مدينه العين، سلام هنا مع ضبا، وسلام زاخر، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني، وصلت امجاد لعلي بن سالم بن علي الدرعي. المركز الثالث، المركز الثالث كنت محمد بن سالم بن محمد بن واز الكتبي. المركز الرابع، وصلت مشاهدينا الاعزاء، صار ناصر بن سعيد بن محمد. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، كانت النتيجه وكانت ضبا قدمت اداء جميل ورائع من بدايه الانطلاقه حتى وصولها خط النهايه لتحقق هذا الانجاز وتفوز بالسياره. ترصدت ايضا في هذا الشوط الجميل، تهانينا لمالك ضبا محمد بن صالح بن مجرن العامري، وسلاماتنا لأهل زاخر، لأهل المفاخر دائما هنا، أهل الإنجازات. اللحظات المميزة هنا والتوقيت الزمني 6 دقائق 14 ثانية، 9 أجزاء من الثانية توقيت مشاهدين الأعزاء، ضبا لمحمد بن صالح بن مجرن العامري، سلام زاخر، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني، التوقيت الزمني 6 دقائق 15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية توقيت أيضا أمجاد اللي قدمت أداء يشكر عليه لعلي بن سالم بن علي الدرعي، هارد لك يا راعي أيضا أمجاد على هذا الأداء الجميل والأداء المميز. المركز الثالث، التوقيت الزمني 6 دقائق 16 ثانية، 3 أجزاء من الثانية توقيت أيضا مشاهدينا الأعزاء، هنا كنز محمد بن سالم بن محمد بن واس الكتبي. هكذا مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، كانت النتيجة لهذا الشوط، تهانينا وناموس لكل الفائزين في هذا الصباح، تمنياتنا بالتوفيق للمشاركين في الأشواط القادمة.